رئيس الجمعية يقنع فيك باش تقعد ولا يعطي فيك في الخطة كيفاش باش تلعب اليوم؟ والله رئيس الجمعية عندي برشا ما ريتوش، خاصة كنت مع المنتخب الوطني التونسي في طرابلس. صحيح متوحشني، وقعدنا نحكيو على الجمعية نتاعنا وعلى ماتش اليوم وعلى المستقبل نتاع الجمعية إن شاء الله. وعلى مستقبلك أنت زادة؟ والله اللي فيه الخير والرضا ربي سهل فيه، هذا كل شيء بالمكتوب، ويظل مستير جمعيتي وندلل عليهم ويدلوا عليا وإن شاء الله اللي فيه الخير ربي سهل فيه وكاو. اللي عمنا وضيعتوا 6 نقاط ضد الملعب التونسي. صحيح يظل اللي عمنا والمعنى كنا كان معنا ربحنا زوج ماتشات نتاعنا معنا لي روتور كنا معنا نجموا معنا باش نهزوا البطوله فهمت. الملعب التونسي ولا شكل عقده للاتحاد المنستير؟ والله عقدة تاو كرة القدم العصرية ما فيهاش عقد اللي باش يكون معناتها حاضر أكثر من غيره بيستغل الفرص اللي باش تتيح له في المقابلة نتصوريني باش يكسب الرهان، لكن احنا صحيح معناتها ماذا بينا باش نكسبوا 3 نقاط هذوما باش كيما نقولوا احنا ماتش ريفونش هذا خاصة للبوبليك تاع المستير. ما نقولوش عقدة نحن، ما عملنا ولعبنا خير منهم غاديك ولعبنا خير منهم هنا، هذاك علاش معناتها ربحناهم معناتها. وكما ان شاء الله اليوم عازمين العقد باش نكملوا معناتها الانتصار ومعناتها ونحبوا نربحوا باش نفرحوا الجمهور هذا ونوريوا للملعب التونسي معناتها مش قاعد يربح هكاك معناتها عن جدار ان شاء الله. الملعب التونسي وقتاش باش يربح في المنزه؟ وقتاش يربح عندنا فرصه اليوم ان شاء الله نستغلوها باش نحققوا الانتصار في المنزه ان شاء الله. نصورش معناها كان باش تتيح لنا فرصه خير من هذه، معناها الولاد كلهم فورم معناها واحنا كيما نقولوا مستنسين بالمستير سلتو في المنزه ولا في المستير. ان شاء الله اليوم جي اول نقطه في المنزه ان شاء الله. خدمك من تالي من عند الولاد تاخذها فخري عمل فان تعطاها الاكرم اكرم شاد ضرب في الادفيرسير رجعت لقيتها خدام الكاج ماركيت. وسر الشطحه نتاعك؟ ها سر الشطحه نتاعك فزاني مرتاح. تخافوش لسيناريو جندوبه يتكرر؟ ليه ان شاء الله قرينا حساب ماتش جندوبه ان شاء الله ما عادش يتعاود. صحيح احنا ضيعنا برشا فرص كنا بالمكان معناها نفاو الماتش من الميدان الاول 3 بيوت على الاقل ضايعين ميزان لوليني ان شاء الله ما يتعاودش سيناريو جندوبه ونقعدوا مركزين للاخر بيتمو قبلنا بونتو بيتمو ان شاء الله ما عادش تعاود الهدف هذا.
نسيت روحك شديت الكرة بيديك؟ والله صحيح نسيت روحي وكنت خايف يضيع الوقت يا أخي، نسيت لعندي كرتون من الأول وما غير ما نشعر شديت الكرة بيدي حبيت نربح الوقت ولا غالب. قبل البونت وش قلت في الصباح على شكون صبحت؟ والله عندي 4 ولا 5 ماتشوات قاعد نتعب نجري ورا البونت وتعبت حتى مونتالمو تعبت في الدار والله صدقني تعبت وستريس نتاع العباد وقتاش تمركي حاسيل والله ما تعرف نلعب ومخي تعب برشا تعرف كل كوره مركز ونقول يا ربي يا ربي ان شاء الله مركي الحمد لله يا ربي توفيق من عند ربي مركيت باش برشا عبيد شكوا في أمير العكروت نقول لهم ديما حاضر وديما واقف في الجماهير ما نطيحش وما خممش الخروج نخدم المصلحة جمعيتي والباقي على ربي. الشوط الأول نجم نقوله معناتها ما كناش في المقابلة رغم أنه رجعنا في النتيجة في آخر الشوط. الشوط الثاني دخلنا المقابلة وسيطرنا على رداهاتها إذا أظن 15 دقيقة كانت معناتها تحت سيطرة الاتحاد الرياضي المنستيري. للأسف جات خطأ في سوء التغطية الدفاعية قبلنا على إثر وهدف ثاني. مسيو روبرتينو مسيو مغيربي a déclaré que vous n'avez aucune connaissance du football et que vous n'êtes pas un entraîneur. Je pense que un grand professionnel il travaille il ne parle beaucoup. C'est ça monsieur. Je respecte tout le monde. C'est dommage que la première parole s'appelle respect. Je respecte. J'ai l'amour et mon cœur. Et c'est ça. C'est pour ça le Stade Tunisien aujourd'hui gagne encore une fois parce que sur le terrain, je respecte le joueur et le joueur me respecte. C'est pour ça que tout le monde sur le terrain réalise une bonne performance. C'est dommage. Et mon cœur, il y a l'amour, il y a le plaisir. C'est la chose la plus importante. Je suis très content ici à la Tunisie. Je ne parle pas. Tout le monde est libre pour parler, pour penser qu'est-ce qu'il veut. Et moi aussi, je ne parle pas de cette chose. Mon niveau, c'est l'éducation, c'est le respect. Et j'adore la Tunisie, j'adore le talent tunisien. C'est ça qui m'intéresse.